السلام عليكم الحب والصحاب، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا بالنسبه لهذا الفيديو، لاحظوا بان الوالد ديالي ما تكلمش فيه، كان اعتذر بزاف بزاف بزاف. لحقاش فاش كنت كنصور هذا الفيديو، هذا المقطع فين هضر الوالد، عند بالي راني سجلته، ولكن صدق بانه ما تسجلش. احتاجيت للمونتاج وبقيت كنمونطي الفيديو، لقيت بان المقطع اللي هضر فيه الوالد ما تسجلش كاع بتاتا. كان اعتذر بزاف. الوالد ديالي راه تكلم في هذا الفيديو هذا ودعا مع المشاهدين وقدمت هو التحيه، ولكن مع الاسف ذاك المقطع ما تسجلش. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وتحياتي للجميع وشكرا لكم بزاف. وعليكم السلام ورحمه الله. وفاء لاباس عليكم؟ كيبقى شي مزيان الحمد لله. بزاف ديال الناس سولوا، قال لك ما جاتش العائله ديالك تطلع عليك، وما عارفينش راه خالتي الطورة راه من النهار الاول وهي كاينه معك. اي راه النهار الاول. السلام عليكم، بعدا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مزيان، مرحبا بنا عندكم. مرحبا بك اخواتي. ربي يخليكم. لا خلاص كان في راسي انا، جا عندي ايوب ديك الساعه على حساب لاكا، انا كنت ديال ماما ديال هذا، وفاش هبط عنده قال له ودي راه وافاها شنو كاين شنو كاين. ديك الليله اللي مشيت معاه في الطوموبيل، هو زعما دارت الشوكات ودارت هذا، كان داكشي قلنا لا بس الحمد لله هبطت للدار وداكشي صافي. لا هي باش لغت ليه عيطت انا، قال لي ودي راه باش دير التحاليل. صافي تماك دقيقة خاصكم شفتو قينا التحليل خايبين. النهار اللي تهبطت ماما ديك الساعات، وتماك هي كتبات معايا وخاص كتجي كتشوفني مرة مرة، والحمد لله. بالطبيعة واش كاين شي واحد اللي غيسمح فيك؟ غيسمح معايا. أنا مشيت لقيتك كتباتي معايا، كتجي كتبات معايا. سميتو الحاجة فاطمة كتقيل معاها، كنا كتناوبو أنا وياها، وأنت كتقيل معاها النهار كامل. عاود أنا كنجي في الشهر كتبات معاها، داكشي اللي أنت قابطة لي. أي إيوا ضروري. إيوا شحال اللي خطات هي، الله يخليها حتى هي مولا دارها ومولاها، الله يكثر خيرهم. الحمد لله. اللهم لك الحمد. مرحبا بكم، نهار كبير هذا. مرحبا بك الخير. اه جبتكم تحصلوا، جبتكم تحصلوا. جبنا 14. هذوك ما كافيه شي واحد احسن. بابا قال لك الله يبارك فيك. واحد النهار بنادم يفرح براسه. الله يخليك. خالتي الطوحي جات عندنا اليوم، وراه دايما معانا، وراه دايما كنجي، دايما كنجي، غير ما كنبانش في الكاميرا، ما كنبانش، كندوز غير من الجنب الكاميرا، من ورا الكاميرا، ما كنبغيش. مسكينة راه كانت الطبيب هي اللي تعاوننا انا وياها على وفاء. داكشي اللي قلت لها، قلت لها انت كتقولي بالنهار وانا اه هي مسكينة تتبات بالليل. اه بصح. ايوا البنات ها هما. شفنا بصراحة. هي والله لا فعلا. اللهم هذوك الناس مساكن دعاو معاها، شكرا ليهم، الله يجزيهم بزاف. مساكن تحيه لكم كبيره كبيره بزاف. شنو هادشي؟ هذه بسطيله ديال الحوت. اه بسطيله ديال الحوت. هاد النهار فرحانين غير براسنا، بوافق هاد النهار الحفله دوافع. والله يعافيك اخالتي، باش تشرب كل شيء. الله يعافيك. ويطاو هادي والبنات. وفاء راه تنضحكوا لي، راه قلنا لها بسطيله كاينه، قالت لك لا 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 ما تعطكش اخالتي، واقيلا كنا وانت تقول لها راه الريفي، تقول لها لا خلي عروسي تاكل. شنو وفاء غتاكلي ولا ما تاكليش؟ لا تاكل. ها؟ الحاج تاكل تاكل. الحاج ما عرفتو تاكل. انا كندير دابا كولي هنا تنتحاسبوا ليا. والله الا وحده كاينه شندير. لا هو تتقد هذا البلاطو، لا هو تتقد هذا البلاطو. قالت لها سميرة والله الا تلاقي تخدمي في الكلينيك راه خصك غير طابليا. والله الا مسكينه كل صباح كتجيب لي الحليب وتجيب. ايوا واش راكي بالراجل؟ واحد الطوست وكدير لي واحد النظرات لي واحد البريضه في واحد الكاس. دابا تكتبت عند الشجره بدا بقى. والله داك الشيء راه بلا تصويره المشاهدين، ماشي ربي لي على المراه بنتنا، ماشي بالراي علينا. والطورة ولينا راه الحمد لله ولينا عائله وحده. واش بيناتنا عاد الفرق؟ الحمد لله راه عائله وحده. الحمد لله. الله يكبر بكم. الحمد لله يا ربي. اذا؟ اه. هاد النهار واقيلا حلفتو ما ديروش حاجه في الدار. اه لا بغينا نرتاحوا شويه. ونيت يطو كان جات خلاص شحال من مره، وهاد النهار عيطنا ليا والبنات قال لك الحاج ما ديروا حتى شي حاجه. ايوا جبنا هاد النهار الغدا للدار، وراه تسري مع جايين شي وحدين عاوتاني في كاسكروط. ايوا الحمد لله ما تيجي عندك غير اللي بغاك. الحمد لله يا ربي. اللهم لك الحمد يا ربي. هذا الدجاج معمر بالشعريه. ايوا الحاج تعرف واحد السيد دفع عنده هادشي كوموند، سير كوموند. ايوا انتم تابعوا معنا، الله يسهل عليكم، الله يعطيكم ما تتمنوا في حياتكم. بعد ما تغدينا
وتغدينا الصراحه هضره تغديت حتى انا نيت ولا تغديت في غدا الصراحه كما كتشوفوا راه منين خرجت من السبيطار وانا غير ريجيم ريجيم ما كناكلش كاع راه قطع الحلاوه قطع الملوحه ودابا اليوم حيت كاينه البسطيله قلت لهم راه قالوا لي كولي زعما حيت الحوت ما زعما ما خديتيش تصبري قلنا لا غير الحوت قلت لهم اللي عزاز عليه وفاء عزاز الحوت عزات لي داك الحوت ودارت لي زيد داك الحوت وكليته والحمد لله وبعدا كنقوم غير نقدم الشكر بزاف لماما وخاتي فاطمه بزاف صراحه الله تخلعوا تخلعوا عليا بزاف وشكرا لكم بزاف زعما صراحه الله عندي جوج موات عندي الاولى وعندي الثانيه والله ربي لي عالم والله والله العظيم وتحيه الاب ديالي حتى هو كان جا عندي حتى صراحه الله تخلع عليا بزاف وتحيه لاي واحد عيط لي وتخلع عليا وجا عندي شكرا لكم بزاف وشكرا اللي كان كيهموا الامر ديالي راه جا صراحه الله وخلص لي اللي ما مش امره صافي اي والله هذيك الوحده امين داكشي اللي كاين الله يسهل على كل واحد الله يشافي كل واحد امين ايوا كما كتشهدوا حنا جلسنا هنايا صراحه هاد الجلسه زويونه ونخلي الكلمه خاطر كاين الناس اللي تيسحابوا الطوميره الطوجات مسكينه وعاودات هي هذيك بنت عمي اللي جات مساكنه تحيه ليها ودابا حتى هي مسكينه خرجت حتى شافتها في اليوتيوب مسكينه الاغلبيه راه شافوني في اليوتيوب جاوا عندي الناس كيجيو عندي وغتجي وحده اخرى قالت لي مساكنه باغيه تجي قالت لك راه ما بغيتش قلت لهم حتى الصداقه ان شاء الله ويجيو كاملين وكاين اللي ما تيبانوش مساكنه العائله ديالها مع العائله ديالها كلشي في فرنسا خالاتها وتحيه ليهم خوالاتي تحيه لكم كبيره بزاف وجدي وجداتي كلكم تحيه لكم كبيره 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 معي طال الوالده ديالها والوالد ديالها كلشي في فرنسا تحيه ليهم وخواتاتها غير هي اللي هنايا مسكينه كاين بنات عمها وداك الشيء هنايا ايوا تحيه للجميع والله يسهل عليكم كاملين والله وكاين وحده قالت لك راه واقيلا قالت لها شكرا لهاد العائله تيتعاملوا مع وفاء كانت قرات وفاء وفاء تجلس تقطر عيط تقول لها خالتي شوفي انت هذه شنو قالت هذه شنو قلت لك قال لك راه تدير هادشي بلا تصوير القصه بلا هادشي بلا تصوير والله انا نقولها بعدا الله يستر والله تبارك الله عليهم هادشي بلا تصوير بلا هذا والله يطم طمأن عليها بالعكس تقول راه مع عائلتك تقول واخا ما نكونش انا والله ماشي والله قالت لي ذاك النهار قالت لي راه دابا البنات تيقراو واخا ما نكونش انا راه كان مع عائلتك الحمد لله ماشي زعما هادشي كاين بصح نيتو وبلا ما يحاول عندك عندك شتيكم الله يخليكم ليها امين امين ربي يخليك حبيبه لهنا خطيت في بيناتكم ربي يخليك والله يخلينا لبعضياتنا والله يخلي لي نسيبتي العزيزه ربي يخليها والله راك غاليه وعزيزه وعرفتي غاليه وعزيزه ولا جي عندك والله عرفتي ولا لا خطيت راه عزيزه عليا والله قسما بالله الا بحال بحال نوال ماشي زعما راه داك الشيء الناس اللي جاو عندنا وفاتوا جاو راه عارفين الله يخطيك علينا طيب طول انت تقول تقول لك انا نخليها مع عائلتها ماشي لا الناس كنطمن عليها صافي والله العظيم والله الجيران ديالكم قدامه كنعرفهم شنو والله هي الصراحه الجيران ديالكم كانوا شحال هادي ولكن كيشكروك والله بصح زعما كيدير داك الناس الناس ديال معقول الناس ديال هادي والناس ديال هادي وراه باين زين في وجهه وهذا الشيء حنا نقول لك حاجه اللي ما كاينش الحمد لله راه باين في وجهه راه كاين سبقتو يا ربي بنادم وصافي غير اللي لا راكم شفتوا زعما اكثريه في الفيديو تراكم شفتوا زعما كيفاش تخلعوا عليا مساكن وخالتي حاده كلهم صراحه انا راه ما بغاش الدموع يحبسوا لي راه ما تصوروش انا شحال بكيت عاد قبل تمشى لي الصوت عرفتي الدموع بغاش ديك الساعه تيطو عاد عيطنا لها ما علمناهاش قبل عاد علمها هي بقيت مشينا حنا ندير هاد التحاليل وعلمها مسكينه جات تسبق هي عاوتاني جات ديك الساعات جا الاب ديالها خاتني خرجت من بلوك والحمد لله ايه اللهم لك الحمد ولا انت دازت عليك كثر انا ما بغيتش بوحدي معاها عرفتي شتي دازت عليك كثر وبوحدي وجاتني بحال هكا مسكينه هبطت والله العظيم لك سمين الدار قلت جيت مسكينه لقيتها دموع وداك الشيء عاد بدات كنساوي والله الا لقات هي عاد تواسينا بعضياتنا كتشوفي المعزه كتشوفي المعزه ديالك نيت فاش فاش كتعطي داك البلوك اي واحد راه عارف زعما البلوك راه كتهبط فيه راك بين الحياه والموت فعلا انسان تيهبط لديك المرحله زعما صافي يعني ما فين تتعرفي من حبيبك ديك المرحله كتعرفي اللي كيبغيك واللي ما كيبغيكش فاش بنادم ديك الساعات عندك الله يستر السبيطار والحبس اللي ما جاش عندك السبيطار والحبس راه ما صافي والله هذيك المرحله زعما الصراحه الله راه كانت راه كنت خايفه انا الصراحه الله ما كنتش عارفه واش نرجع ولا لا حيت كانت طرطقات مع البنج مع البنج صافي لقيت طرطقات والبنج يعني ما تعرفش شنو كاين راك هابط في يد الله اي والله مالك الحمد ما هي وها ما والو عرفتي راه في البلاصه غير دوزوا لها فداك البيت فداك قال لي نهبط صافي ديك الساعه قالت لي لا دابا راه غادي نهبطوها صافي نهبط دابا قالت لي غير خرجي عافاك راه غادي نهبطوها دابا داكشي باش بقات هي ما هي واش عطاها واحد الغرفه ديالها وهي تكون طلعتها مع الصفوريه ديك الساعه اش قالوا لها خلعها خلعها
توقع غير فوق تحسي براسك بنو غتمشي للبلوك غادي تمشي للبلوك وما عمرك مشيتي له وما عمر اول مره لقينا هابطين من السنسر هابطين صافي طفنا البرودانيش والله لا والله يشافي المريض واللي مسجون الله يطول سراحه واللي باغي شي حاجه ربي يحقق لها امنيتها الله يسهل عليكم كاملين كاع اللي دعاو مع وفاء والحمد لله انتم دابا وفاء راه شويه الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وشكرا الناس كاع اللي كتبوا لي في التعاليق صراحه الله شكرا كاع اللي دعوا معايا اللي عيطوا لي واللي واساوني شكرا لكم بزاف من القلب زعما الصراحه واللي نسيتو يسمح لي ونتمنى انكم تقبلوا مني وتحيه لكم كبيره 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 داخل الوطن وخارج الوطن سنوات مسكينه مقابله على الريجيم عرفتي من داكشي ما تتخليهاش تقول لا والله والله بغيت نقولها لكم عرفتي كل صباح وحق الله كتقبل على الريجيم ديالها ريجيم ورضا ونرضيتي الريجيم اليوم اول مره تاكل دابا الا بقات مع فاش كل حاجه قال راه جيبكم مسطيله وهذه قال لك راه هذه الطو جايه قولوا لي الطو تجي نيت مع فاتو جاو اليوم دايرين هذا قال في الحصه ما طبقت مع جايين غاديين ايوا الحمد لله مرحبا بكم راه داركم هذه في اي وقت انا تنقولها لهم والله واخا ما نكونش صافي راه دارها ودار بنتها والله هي المقلده ماشي كما قلت لكم الحمد لله راه حنا واحد انا والمسكينه راه تبعت لي الريجيم كتزلح لي بالصباح وكدير لي مسكينه الصوبه والوريضه في الكاس وكتجيب داكشي دار انت خصك الطبيعه تكون بحال فرملي تبارك الله عليها هي عندها تبارك الله متوله وكتعرف هادشي تبارك الله كتقادو وهادشي تبارك الله عليها مهم داكشي ما نقولكمش عليها نتمنى انكم تشكروها بزاف لا تعيشكروها مساكنه نتمنى انكم تشكروها بزاف تكتبوا لها شي كلمه ديال الشكر في حقها في الكومونتير وكنشكر حتى الاخت ديالي مسكينه حتى هي تخلعات في فرنسا حتى هي مسكينه شحال كتقيم مسكينه الصنيع ديالي تقول لك بقيتي كبقيتي وتحيه ليها وتحيه العائله ديال ليها والعائله راجلها ومستكبيره كاملين تسلموا عليهم لنا كاملين تسلموا عليهم كاملين كبيره عائله الجواد سلوى موالين دارنا نيت الوالده والوالد وخواتاتي وخويا تحيه لهم كاملين مساكنين الله يخليهم ليا تي انا الله امين الله يرفع علينا هذا الوباء ويجيو كاملين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ايوا تحيه لكم وصبحوا لنا والله يعطيكم ما تتمنوا في حياتكم والله يسهل اموركم والله يعلي درجتكم واللي مريض الله يشافيه والله باغيه تولد الله يحقق لها ما تتمنى في خاطرها ربي يرزقها بالذريه الصالحه يا ربي امين وتحيه لكم وشكرا للدعوات ديالكم الزوينين اللي تدعوا مع وفاء شكرا بزاف والشكر ديالكم اللي تشكرونا تحيه لكم كاملين والله اللي جا مرحبا به ودابا تجي وماشي زعما هادشي راه راه دابا تجي راه اللي جا عندنا راه عارف ماشي ايوا بالسلامه عليكم سمحوا لنا السلام عليكم تحيه لكم.